السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين. معكم دكتور أحمد عبد الله، وهنخش إن شاء الله على تاني محاضرة من محاضرات الأناتومي لأولى طب، اللي هي البونز. البونز اللي هي إيه؟ اللي هي العظام. هنبدأ أول حاجة بالبون تيشو اند فانكشنز. يعني ايه البون تيشو اند فانكشنز؟ اللي هو النسيج بتاع العظام والوظائف بتاعتها. اول حاجه عندنا البون تيشو. ايه الخصائص بتاعت البون تيشو؟ بيقول لك ان هو one of hard forms of connective tissue. يعني ايه one of hard forms؟ يعني هو احد الانواع الصلبه او النوع الصلب من الconnective tissue اللي هو من النسيج الضام. يبقى العظام اول حاجه النسيج بتاع العظم ده اللي هو الهارد فورم من الكونكتيف تيشو. يعني ايه؟ واحد من الانواع الصلبه من نسيج الضم، وبيمثل 18% من كتله الجسم. يبقى العظام بتاعتك دي بتكون 18% من كتله الجسم. طيب بالنسبه للبادي بيتكون من كام عظمه؟ بيتكون من 206 عظمه، تمام. بالنسبة للخلايا بقى اللي موجودة في النسيج بتاع العظم، عندك أول حاجة الأوستيو سايتس. كلمة أوستيو يعني إيه؟ يعني عظام. أوستيو يعني عظم أو عظام، سايتس يعني خلايا، فاللي هي دي الخلايا، خلايا العظام، بس اللي هي الماتيور بون سيلز. يعني إيه خلايا العظام؟ الماتيور اللي هي الناضجة. تاني حاجة عندنا الاوستيوبلاستس. كلمة اوستيو قلنا زي ما قلنا فوق عظام، وبلاستس يعني اللي بتكون او اللي بتصنع حاجة، تمام. فدي اليونج الاوستيوبلاستس دي بتصنع الماتريكس وبعدين بتتحول للاوستيوسايتس. بعد كده عندنا الاوستيوكلاستس. الاوستيوكلاستس يعني ايه؟ كلمة كلاستس يعني اللي بتاكل، فبنقول عليها فاجوسيتك سيلز، يعني الخلايا الآكلة للعظم. مش بتاكل العظم كلها، بتاكل مثلا لو حصل فراكشن في العظم، يعني اتكسر العظم مثلا، بيبدأ يعمل تجمع دموي جوه في مكان الكسر ده، وبعد كده بتطلع الاوستيوكلاست تبدأ ان هي تاكل التجمع الدموي ده، وبعدين ينزل مكانه الماتريكس واملاح الصوديوم وغيرها والفوسفور، وبعدين يبدأ تكوين العظم من الاول. ففاجوسيتك سيلز قلنا يعني الخلايا الآكلة للعظام. قلنا فور بون ريمودلينج اللي هي في لو حصل فراكشن، لما بنيجي نصلح العظمة ده بنسميه الريمودلينج، اللي هو إعادة تهيئة العظمة تاني يعني، أو إعادة تكوين العظمة، اللي هي إيه الريمودلينج ده؟ إعادة تكوين العظمة. بالنسبه للماتريكس، الماتريكس يعني ايه؟ يعني الارضيه اللي انا ببني عنها عليها العظمه. الارضيه بتاعه النسيج العظم ده بتبقى عباره عن ايه؟ بتبقى عباره عن حاجتين، اورجانيك وان اورجانيك. يعني ايه؟ حاجات عضويه وحاجات غير عضويه. الحاجات العضويه اللي هي ايه؟ الكولاجين باندلز تايب 1، اللي هو النسيج الكولاجين او الياف الكولاجين اللي هي تايب 1 اللي هو النوع الاول ده، ناخده في الهيستولوجي، ودي بتمثل 30% من الدراي بونز اللي هو من العظم نفسه، العظم الجاف يعني. الان اورجانيك سولتس او الاملاح اللي هي غير عضويه، في عندك الكالسيوم كربونيت والكالسيوم فوسفيت. يبقى ايه؟ كربونات الكالسيوم وفوسفاتات الكالسيوم، ودي بتمثل 70% من الماتريكس. يبقى تاني الماتريكس بتتكون من حاجتين، اورجانيك وان اورجانيك. الاورجانيك اللي هي الكولاجين باندلز اللي هي الحزم بتاعه الكولاجين تايب 1، ودي بتمثل 30% من الدراي بون. الان اورجانيك سولتس عندنا حاجتين، اللي هو الحاجات الغير عضويه يعني او الاملاح الغير عضويه، عندنا حاجتين كالسيوم وفوسفات، اللي هو الكالسيوم كربونيت والكالسيوم فوسفيت، وهي بتتكون منهم وفي نفس الوقت بتشتغل زي مخزن ليهم، مخزن للفوسفات والكالسيوم. بعد كده لما نخش بقى على الفانكشن بتاعتها، اول حاجه العظام دي عباره عن حاجه صلبه. حاجه صلبه هو ينفع الجسم يقف كده مثلا على اللي هو العضلات بس والجلد؟ لا، مش هينفع، لازم في حاجه صلبه كده تبقى زي الوتد بتاعه اللي ماسكه كده. فهي اول حاجه بتدي البادي شيب، بتدي الشكل بتاع الجسم.
لو من غيرها الجسم هيبقى زي حتة لحمة كده على بعضها. تاني حاجة forms joints for locomotion، يعني بتكون المفاصل، ما هو كل مفصل بيبقى عبارة عن عضلتين او اكتر، بتكون المفاصل دي عشان الجسم يبدأ ان هو يعمل حركة. لو مثلا الجسم عبارة عن عظم بس من غير العضلات ومن غير ومش العظام دي مش متصلة ببعضها، الجسم برضه هيقع كله، هيبقى عبارة عن عظم كده متفكك من بعضه. هي بتكون الجوينتس اللي هي ايه المفاصل. تاني حاجة احنا عندنا الهارت وعندنا البرين، دول بيبقى موجودين البرين جوه السكال اللي هي الجمجمة، والهارت بيبقى موجود جوه القفص الصدري. تمام، فالقفص الصدري هنا بيحمي الهارت والسكال بتحمي البرين. يبقى هنا بتعمل ايه؟ بتعمل بروتكشن للفايتال اورجانز. تمام، الاورجانز دي لو مش متحوطه بعض ما اي خبطه فيها خلاص العضو هيموت والانسان هيموت. تاني حاجه كونتيننج البون مارو فور بلاد سيل فورميشن. البون مارو ده اللي هو نخاع العظام، هو موجود فين؟ موجود في الرؤوس بتاعه العظام الطويله اللي هو مين البون مارو ده. بيعمل البون مارو ده بيكون خلايا الدم، من غير البون مارو اللي جوه العظم ده ما كناش هنعرف نكون خلايا الدم. تاني حاجه بيعمل ستورج فور كالسيوم اند فوسفورس، زي ما قلنا فوق ان هو بيتكون من الكالسيوم كربونات والكالسيوم فوسفيت، وفي نفس الوقت بيبقى مخزن للكالسيوم والفوسفيت او الفوسفورس. تمام، بعد كده نخش على انواع البونز، ايه التايبس اوف البونز اللي عندنا. في عندنا هيستولوجيكال كلاسيفيكيشن، على تقسيم على حسب النسيج بتاع العظم. فالتقسيم بتاع النسيج بتاع العظم ده بينقسم لحاجتين، في عندك الكومباكت بون والسبونجي بون. الكومباكت بون ده بيبقى عندك بوني ماتريكس، وفي نفس الوقت في السبونجي بون بيبقى عندك بوني ماتريكس، ما الطبيعي ده نسيج عظمي، فهتبقى الماتريكس او الارضيه بتاعته عباره عن عظم، فبيبقى عندك بوني ماتريكس يعني ارضيه عظميه او خلفيه عظميه. بس في الكومباكت بون عشان هو حاجه صلبه كده ورف، فدي بتبقى فيها التيني سبيسز، يعني ايه؟ يعني المسافات اللي جوه العظمه نفسها او الخروم اللي جوه العظمه نفسها بتبقى صغيره وقليله. وذ نو بون مارو، يعني ما بيبقاش عندي جوه العظمه ما بيبقاش فيه نخاع العظام ده، بس ده جوه الكومباكت بون بس. الاكزامبل بتاعها الشافت اوف اللونج بونز. ايه هي الشافت اوف اللونج بونز ده؟ يعني انا عندي اللونج بون كده، هنرسمها رسم كروكي عباره عن كده. هي اللونج بون لازم يبقى ليها راسين كده، فده بنقول عليه الشافت وفي اللونج بون، وبنقول عليه برضو الديافيسس. الاثنين دول اللي هم الرؤوس نفسها بنقول عليها الابيفيسس، الرأس دي والرأس دي بنقول عليهم الابيفيسس او الاندس اوف اللونج بونز. تمام، يبقى كده فهمنا الكومباكت بون، اول حاجه بيبقى ليها بوني ماتريكس، وعشان هي حاجه صلبه فلازم تبقى فيها خروم قليل عشان ما تتكسرش، فهي بيبقى فيها تيني سبيسز وما بيبقاش فيها بون مارو. ليه؟ لان هي اصلا الخروم بتاعتها صغيره جدا، مش هتشيل البون مارو، هو مش بيبقى محطوط يعني جواها. وقلنا الاكزامبل الشافت اوف اللونج بونز. طيب السبونجي بون، السبونجي بون او العظام الاسفنجيه، السبونجي بون او العظام الاسفنجيه دي بيبقى ليها برضو بوني ماتريكس، بس بيبقى فيها لارج سبيس، يبقى ده اللي بيميزها ان هي فيها لارج سبيس، وفي نفس الوقت بتبقى ريتش ان بون مارو. ليه؟ لان برضو الخروم او المسافات اللي فيها كبيره تشيل معاك نخاع العظام. والاكزامبل بتاعها زي ما قلنا الاندس اوف اللونج بونز، يعني النهايات دي، النهايات بتاعه العظام الطويله. تمام، اوف اللونج بونز. نخش على الديفلوبمنتال كلاسيفيكيشن اللي هو التقسيم على حسب التطور بتاعها، يعني او اللي هي العظمه كانت كذا وبعدين وصلت لحد فين، او يعني العظمه وانا جنين كانت على شكل ايه وبعد كده لما كبرت اتحولت ليه. تمام، في عندنا حاجه اسمها انترا ممبرينس اوسيفيكيشن اللي هو التعظم بتاع العظمه نفسها. التعظم بتاع العظمه نفسها وتحولها يعني للنسيج العظمي حصل جوه ممبرين. يعني الممبرين ده يعني جوه غلاف كده وجدار. هنا بيبقى عندنا اليانج بون سيلز، وقلنا اليانج بون سيلز اللي هي ايه الاوستيو بلاستس، مالها؟ بتترتب ار ارينجد ان ممبرين لايك ستراكشر، يعني بتبقى مترتبه كده في شكل ممبرين او في شكل غلاف كده او جدار.
زي مثلا في حالات الفلات بونز. زي ايه في حالات الفلات بونز؟ زي ايه الفلات بونز دي؟ اللي هي العظام المفلطحه. زي ايه؟ زي مثلا السكال، الجمجمه، زي مثلا عظمه الاسكابيولا اللي هي عظمه لوح الكتف. في عندنا تاني حاجه الانترا كارتيلاجينس اوسيفيكيشن، اللي هو التعظم. بس بيحصل فين؟ بيحصل على في 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 الاول بيبقى عندنا موديل كده او مديل على شكل كارتليج او غضروف، بعدين بتتكون جوه العظمه وتكبر لحد ما تاخد الحيز كله ويتشال الكارتليج ده. فعندنا هنا اليانج بولز، اليانج بون سيلز دي ار ديفلوبد فروم، يعني بتتطور او يعني بتنمو من كارتلاجينس موديل. يعني بيبقى عندنا كده شكل كارتليج او يعني زي موديل لكارتليج كده بتتكون جوه العظمه وبعدين يتشال الكارتليج ده. تمام؟ زي ايه؟ زي في اللونج بونز. زي اللونج بونز بقى زي الفيومر اللي هي العضد، زي الهيومر اللي هي الهيومرس اللي هي عظمه الفخذ وغيرها. بعد كده عندنا المورفولوجيكال كلاسيفيكيشن اللي هو التقسيم على حسب الشكل بتاع العظمه. في عندنا عظام طويله، العظام الطويله دي بتبقى موجوده فين؟ بتبقى موجوده في الليمبس. ايه الليمبس دي؟ اللي هي الاطراف، مثلا الطرف العلوي، الطرف السفلي وغيرها. زي هاف ا شافت اند تو ارتيكولار اندس. قلنا الشافت دي اللي هي الديافيسس، وعندنا التو ارتيكولار اندس اللي هي ايه؟ ال تو ارتيكولار اندس يعني ليها نايتين كده مفصليتين، بيبقى في ما بين الديافيسس والابيفيسس اللي فوقيها، يعني بيبقى عندنا العظمه كده. تمام؟ بيبقى في هنا كارتليج من هنا ومن هنا، وبيبقى فوقيهم على طول في ايه؟ الابيفيسس. تمام؟ بيبقى ليها شافت وتو ارتيكولار اندس. الجروث اوف اللونج بونز، قلنا ازاي بيحصل لها جروث او بتنمو، زي ما شرحناها فوق، قلنا ان هي بتنمو ان باي انترا كارتيلاجينس اوسيفيكيشن، بيحصل الاوسيفيكيشن بتاعها جوه الكارتليج. ليها برايمري سنترز اوف اوسيفيكيشن، بس بتظهر امتى البرايمري سنتر اوف اوسيفيكيشن دي؟ بتظهر في الشافت، يعني في الجزء ده من العظمه بيظهر فيه البرايمري سنتر اوف اوسيفيكيشن، اللي هي فين؟ في الديافيسس. قلنا الشافت اللي هي الديافيسس اوف البونز. في امتى؟ في الاسابيع من 8 ل 12. الاسابيع من 8 ل 12 في حياتك كجنين، يعني لما بتبقى في رحم الام، في الاسابيع من 8 ل 12 بيبدا تكوين الشافت بتاعت اللونج بونز. طيب بالنسبه للسكندري سنترز اوف اوسيفيكيشن، السكندري سنترز اوف اوسيفيكيشن بتظهر امتى؟ بتظهر على الاندس، على النهايات اللي هي الابيفيسس بتاعت البون. Around the time of birth، يعني بتبدأ ان النهايات بتاعت البونز دي تتكون مع بداية اللي هو او قبل يعني ما تتولد بحاجة بسيطة. فعندنا بعد كده عندنا الابيفيزيال كارتليج بليت. ايه الابيفيزيال كارتليج بليت ده؟ اللي احنا شاورنا عليه هنا، اللي هو احنا قلنا ان هو ايه اللي بيفصل ما بين الابيفيسس والديافيسس، اللي بيفصل ما بين ده وما بين ده، ده اللي اسمه ايه؟ الابيفيزيال كارتليج بليت. ده اللي بينمو بعد ما بتكبر، يعني بعد ما بتكبر، كل ما بتكبر بيبدا ان هو ده يتعظم جزء وجزء منه ويطول عشان انت يزداد الطول بتاعك. يعني ده برسيستس، يعني بيتواجد اد جانكشن، يعني ما بين الابيفيسس والديافيسس، في الارتباط ما بين الابيفيسس والديافيسس فور بون جروث تيل تايم اوف، لحد 19 سنه او 25 سنه بيفضل موجود ده. عشان ايه؟ عشان يعمل الجروث بتاع البونز. تمام؟ نخش على البلاد سبلاي اوف البونز. في عندنا اهم ثلاثة المفروض ان احنا نعرفهم، دول النيوترانت ارتري اند فين، اللي هو الشريان المغذي والوريد. في عندك البيريوستيال تويجز اوف فيزلز، اللي هم ايه البيريوستيال تويجز اوف فيزلز؟ اللي هم عبارة عن اغصان من الاوعية الدموية بتبقى محاوطة، بيريوستيال يعني محيطة بالعظام. تمام؟ وبيبقى عندك الارتيكولر فيزلز، دي بتبقى موجوده فين؟ الارتيكولر اسمها ارتيكولر يعني مفصليه، او موجوده في منطقه المفاصل. فبتبقى بتغذي، الابيفيسس عند الجوينت اندس، في نهايه المفاصل، في الحتت اللي هي في النهايه زي هنا مثلا وزي هنا،
ده بيبقى فيها ايه؟ الارتيكولار فيزلز. تاني عندنا الابيفيزيال ارتري بيغذي ايه؟ الابيفيسس. وعند الابيفيزيال ارتري ده تبع الارتيكولار فيزلز. وعندنا النيوترانت ارتري، النيوترانت ارت ده بيبقى ماشي جوه العظمه كده وبيغذي الشافت كده بتاعه العظمه هنا. بيبقى عندنا برضو البريوستيال، قلنا البريوستيال ده اللي هو محيط، ده الحاجات اللي محيطه بالعظمه دي بنقول عليها ايه؟ البريوستيال تويجز اوف فيزلز. وقلنا الارتيكولرز اللي هو بيبقى موجود زي الابيفيزيال ارت اللي موجود هنا. تمام. الشورت بونز، هنتكلم عن الشورت بونز. الشورت بونز دي بتبقى عباره عن سمول كيوبيكال بونز. يعني ايه سمول كيوبيكال بونز؟ يعني عظام كده بتبقى زي المكعب كده، تكعيبيه يعني، مش بتبقى زي اللونج بونز. اللونج بونز احنا قلنا ان هي بتبقى عباره عن كده، بيبقى ليها نهايتين وفي شافت في النص. لكن الشورت بونز ما بتبقاش كده، هي ممكن تبقى شكل واحد كده مثلا كده ايا تكن، وبتبقى صغيره. الاكزامبل بتاعتها زي الكاربل والترسل بونز. ايه هما الكاربل والترسل بونز اللي هما دول؟ ده بنقول عليها الترسل بونز، بس مش دي كلها، يعني بنقول على الحته دي الترسل بونز اللي هي عظام رزغ القدم، والكاربل بونز اللي هي هنا اللي هي ده رزغ اليد. تمام. يبقى الكاربل والترسل بونز. عندنا الفلات بونز. الفلات بونز دي هاف فلات وايد سيرفيس فور بروتكشن اند ماسل. يعني يعني بيبقى ليها فلات، يعني ايه؟ عريض او مفلطح. يبقى العظام مفلطحه دي بيبقى ليها السطح بتاعها بيبقى فلات وايد، يعني يعني مفلطح كده وعريض. فور بروتكشن بتعمل على الحمايه، زي اللي قلنا الاكزامبل بتاعها السكال، وقلنا الحمايه بتاعتها كانت بتحمي بتحمي البرين. اند ماسل اتاتشمنت، يعني برضو بتبقى عشان تمسك فيها العضل، بتمسك فيها يعني العضلات وكده، زي السكابيولا والسكال كاب. السكال كاب اللي هي الجزء الفوقاني كده من الجمجمه او الجمجمه، يعني بنقول عليها السكال كاب. وعندنا السكابيولا اللي هي عظمه ايه؟ لوح الكتف. بعد كده الاريجولار بونز او العظام غير المنتظمه. العظام غير المنتظمه بيبقى من اسمها الريجولار، يبقى الكونفيجوريشن او التكوين بتاعها او اللي هي الشكل بتاعها غير منتظم. يبقى الريجولار كونفيجوريشن يعني يعني الشكل بتاعها غير منتظم. والاكزامبل الوحيد عندنا اللي هو الاكزامبل اللي احنا يعني مكتوب عندنا في الكتاب هنا الفيرتبري، اللي هي ايه؟ عظام اللي هي الفقرات نفسها. بعد كده نخش على السيسامويد بونز. السيسامويد بونز يعني اسمها العظام السمسميه، بتبقى عبارة عن سمول نوديولار بونز، يعني بتبقى عبارة عن عظام كده زي الكور كده صغيرة، بتبقى موجودة وزين مصل تندونز، بتبقى موجودة على التندونز بتاعة المصلز كده، يعني الوتر بتاع المصل او بتاع العضلات بتبقى هي موجودة. ادي الوتر هنا كده، هنا كده كده ماشي، رابط ما بين العضلة هنا والعظمة التانية، العظمة هنا. هنا بيبقى فيه السيسامويد بون. زي ايه العظمه اللي عندنا هنا؟ البتيلا. ايه البتيلا دي؟ اللي هي الرطفه، عظمه الرطفه. بعد كده عندنا النيوماتيك بونز، يعني يعني العظام اللي هي الهوائيه، هي اسمها كده العظام الهوائيه. الوحيده اللي عندنا في العظام الهوائيه في الجسم كله اللي هي الفيشيال بون، اللي هي العظام اللي بتبقى في الوجه هنا. ليه؟ لان الاير سبيسز او المسافات الهوائية بتحل محل البون مارو. يعني المفروض ان البون بيبقى جواها كده مسافات، والمسافات دي بيبقى جواها البون مارو. فهي لا، الفاشيال بونز بتحل محل البون مارو، او اللي اقصد الاير سبيسز، يعني المسافات الهوائية بتبقى ايه؟ مفتوحة كده وما فيهاش البون مارو. عند كوميونيكيت وذ نيزل كافيتي، وبتبدا وبتعدي لحد ما توصل للنيزل كافيتي، يعني بترتبط او بتتصل بالنيزل كافيتي او اللي هو التجويفي الانف. الاكزامبل بتاعها البارا نيزل ساينسس، اللي هي قلنا العظام اللي هنا دي اللي جوه الوجه كده، اللي واصله من الانف كده لجوه الجسم ومتصله بعد كده بالنيزل كافيتي. تمام. ده الاريجولار بونز قلنا زي الفيرتبرا. الفلات بونز زي الاسترنم وزي السكال. اللونج بونز دي زي ايه؟ زي عظمة الفيمر اللي هي عظمة الفخذ. السيسامويد بونز قلنا الوحيدة البتلة اللي هي ايه؟ الرطفة. الشورت بونز قلنا زي مين؟ زي الكربل والترسل بونز.
واللونج بونز قلناها تمام، زي الفيمار زي مثلا الهيومرس وغيرها. بعد كده نخش سريعا على السكليتال سيستم اللي هو الجهاز العظمي ده. السكليتال سيستم او الهيكل العظمي هنتكلم عنه ان في عندنا بيتقسم لتقسيمتين، في عندنا الاكزيال سكيلتون والابنديكولار سكيلتون. الاكزيال سكيلتون اللي هو الهيكل العظمي الهيكل العظمي المحوري، وده بيتكون من ايه؟ بيتكون من السكال يعني الجمجمه والماندبل اللي هو عظمه الفك، وبيتكون من الفيرتيبرال كولم اللي هي عظام الفقرات اللي هنا والسكال، وعندنا الاسترنم اللي هي هنا الاسترنم دي اللي هي عظمة القص، وعندك الريبس اللي هي الضلوع. الضلوع دي بنقول عليها الريبس، تمام. ويا شباب ان شاء الله يعني الحاجات دي كلها تحفظوها قدام وما تقلقوش خالص من الانجليزي، ان شاء الله يبقى سهل جدا بعد كده معاكم. مش هتضطر ان انتوا تعرفوا الاسماء بالعربي، هتبقوا بتحفظوا الحاجات بالانجليزي وعارفينها خلاص. بعد كده نخش على الابنديكولار سكيلتون. الابنديكولار سكيلتون اللي هي ايه؟ اللي هو الهيكل العظمي الطرفي. الهيكل العظمي الطرفي ده بيبقى متكون من ايه؟ الطرف العلوي والطرف السفلي، تمام، ومعاه الشوردر جيردل اللي هو ايه؟ الحزام الكتفي واللور ليمب، تمام، والبلفيك جيردل اللي هو الحزام الحوضي، تمام. ومعانا برضو هيبقى متقسم ليه بقى؟ الابر ليمب بيتكون من ايه؟ بيبقى متكون من الشوردر جيردل او عظام الكتف اللي هي مين؟ الكلابيكل والسكابيولا. الكلابيكل اللي هي عظمة الترقوة، والسكابيولا اللي هي العظمة اللي هي بتاعت لوح الكتف. عندك الارم بون اللي بنقول عليه الهيومرس، اللي هو ايه الهيومرس ده؟ اللي هي عظمة العضد. الفور ارم بونز اللي هي عظام الساعد زي ايه؟ الالنا والريدياس. ريدياس اللي هي الكعبرة، والالنا اللي هي الزند، تمام. الزند والكعبرة، الريدياس والالنا، تمام. دول عندنا اهي، عندنا العظمة دي اللي هي جوه بتبقى ايه؟ الالنا اللي هي ايه؟ الزند. والريدياس دي بتبقى لبره، بس هو هنا تانية والمفروض يبقى في الوضع التشريحي افضل يعني. بعد كده عندنا الكاربال بونز او العظام بتاعت رسغ اليد، ودول التمان عظمات اللي هم هنا. وعندك الميتا كاربال بونز اللي هي العظام ما تحت اللي هي تحت عظام الرسغ دي، وهم اللي هم عظام الراحة بتاعت اليد. عظام راحة اليد دول بيبقوا عبارة عن خمسة. بعد كده عندك الفلانجس او السلميات بتاع العظام، دول التلاتة لكل اصبع ما عدا ايه؟ ما عدا الثامب اللي هو الابهام بيبقى اتنين بس. بعد كده عندنا اللور ليمب. اللور ليمب برضو بيتكون من البلفيك جيردل او الحزام الحوضي، في الهيب بونز اللي هي عظام الحوض. بعد كده عندنا الثاي بون اللي هي عظمة ايه؟ عظمة الفخذ اللي اسمها الفيومر. وعندنا بعد كده الفلانجز برضو تلاتة ما عدا البيك تو اللي هو الصباع الكبير، ده بيبقى فيه اتنين بس، تمام. طيب تعال ناخدهم كده على السريع. عندنا الاكزيال سكيلتون بيتكون من السكال ومن الثوركس اللي هو الصدر وعظام الصدر او الثوراسيك بونز، وبيبقى عندنا الفيرتبري دول كلهم، وبقى عندنا عظمة الاسترنم، وعندنا وبيبقى معانا برضو الريبس اللي هي الضلوع، تمام. بعد كده بيبقى عندنا الابنديكولار سكيلتون بيتكون من ايه؟ بيتكون من عظام الطرف العلوي دول كلهم اللي هما مين؟ اللي هو عندنا الكلافيكل والسكابيولا، وبعد كده عندنا الهيومرس والريدياس والالنا، وعندنا الكاربال بونز والميتا كاربال بونز اللي هي عظام راحة اليد والفلانجس. تحت بيبقى عندنا الفيومر، وبرضو عندنا البلفيك جيردل. البلفيك جيردل دول اللي هما كانوا عبارة عن عظمتين اللي هي عظام الهيب بونز او الحوض. وبعد كده عندنا البتيلا والتيبيا اللي هي القصبة، والفيبيولا اللي هي الشظية. وبعد كده عندنا التارسال بونز اللي هي بتاعة رسغ القدم، والميتا تارسال بونز اللي هي عظام اللي هي تحت التارسال بونز اسمها الميتا تارسال بونز. وبعد كده عندنا الفلانجس، قلنا ان هما تلاتة لكل الاصابع ما عدا ايه؟ البيكتو، تمام كده. نعيد الدرس سريعا كده،
هنمر على الدرس سريع. اول حاجة عندنا البون تيشو والفانكشن بتاعته. البون تيشو قلنا one of hard forms of connective tissue، يعني احد الانواع الصلبة من نسيج الضم، بيكون 18% من البادي وايت، وقلنا عدد العظام في الجسم 206 عظمة. السيلز بتاعت العظم اللي موجودة عندي، عندنا الاوستيوسايتس ودي بنسميها الماتيور بون سيلز، الاوستيوبلاستس بنقول عليها اليونج بون سيلز، الاوستيوكلاستس او الفاجوسيتك سيلز دي اللي بتعمل البون ريمودلينج او اعادة تكوين العظام لما بيحصل فراكشر او حاجة زي كده. بعد كده عندنا الماتريكس اللي هي الارضيه، عندنا بتتكون من حاجتين، اما اورجانيك وبيبقى فيها يعني الاورجانيك والانورجانيك. الاورجانيك قلنا ان هم الكولاجين باندلز تايب 1 ودول 30% من الدراي بون، والانورجانيك سولتس عندنا حاجتين، الكالسيوم كربونيت والكالسيوم فوسفيت. تعال نشوف الفانكشن. الفانكشن قلنا ان ما ينفعش الجسم يبقى واقف كده، فلازم يبقى فيه عظام كده مديه له الشكل بتاعه، فقلنا اول حاجه بتدي البادي شيب، تاني حاجه فورمز جوينتس فور لوكوموشن، يعني بتكون المفاصل عشان تعمل الحركه بتاع عشان تساعد على الحركه يعني بتاعه الجسم، بتعمل بروتكشن للفايتال اورجان زي البرين والهارت، وبتحتوي على البون مارو فور بلاد سيل فورميشن. تاني حاجه الاستورج فور كالسيوم والفوسفورس، قلنا ان هي بتتكون من الكالسيوم كربونيت والكالسيوم فوسفيت، وفي نفس الوقت بتبقى مصدر زي مخزن ليهم. يعني التايبس اوف البونز اتكلمنا عن الهيستولوجيكال كلاسيفيكيشن بتاعها، قلنا ان في كومباكت بون وسبونجي بون. الكومباكت بون قلنا ليها بوني ماتريكس، والاختلاف ان عندها ان هي عندها يعني تين سبيسز وما عندهاش بون مارو، ودي قلنا زي الشافت اوف اللونج بونز. السبونجي بونز قلنا بيبقى ليها بوني ماتريكس برضو، في نفس الوقت بيبقى ليها لارج سبيسز وبيبقى فيها بون مارو كتير زي اللي موجوده في الاندس اوف اللونج بونز. الديفلوبمنتال كلاسيفيكيشن في عندنا تو تايبس، انترا ممبرينس كلاسيفيكيشن وانترا كارتلاجينس اوسيفيكيشن. ديفلوبمنتال قلنا التطوري او ازاي يعني العظمه بتتكون او النمو يعني بتاع العظمه. الانترا ممبرينس اوسيفيكيشن قلنا اليونج بون بتبقى ارينجد ان ممبرين لايك ستراكشر زي الفلات بونز. الانترا كارتلاجينس اوسيفيكيشن اليونج بونز بتنمو من كارتلاجينس موديل، يعني من زي نظام موديل كده من الغضاريف، يعني شكل غضروف كده بتبدا ان هي تنمو عليه ويتشال، زي مثلا قلنا فين في اللونج بونز. المورفولوجيكال كلاسيفيكيشن في عندنا اللونج بونز، اللونج بونز دي بريزنت ان ليبس، بتبقى موجوده مثلا في بتبقى موجوده يعني في الاطراف وليها شافت وتو ارتكولر اندس، زي ما اتكلمنا ده الارتكولر اندس وادي الشافت عندي في النص هنا. الجروس اوف اللونج بونز في زي ار ديفلوبد باي انترا كارتلاجينس اوسيفيكيشن، قلنا ان هي بتنمو عن طريق شكل الكارتليج، ليها برايمري سنتر اوف اوسيفيكيشن ودي بتبقى في الشافت اوف البونز او اسمها الديافيسيس ما بين الاسبوع الثامن لل 12 من الانترا يوتراين لايف اللي هي حياه الجنين او الحياه داخل الرحم. السكندري سنتر اوف اوسيفيكيشن دي بتبقى بتظهر فين في الاندس اوف الابيفيسيس وفي البون اراوند تايم اوف بيرث، يعني في حوالي قبل الولاده او قبل الولاده يعني بفتره بسيطه بيبدا ان تحصل السكندري سنتر اوف اوسيفيكيشن فين في الاندس في الابيفيسيس. بعد كده عندنا الابيفيزيال بليت اوف كارتل، وقلنا الاهميه بتاعته ان هو بتنمو منه العظام بعد كده. بيرسيستس ات جانكشن بتوين الابيفيسيس والديافيسيس فور بون جروس، يعني بيبقى موجود ما بين الابيفيسس والديافيسس عشان تنمو منه العظام، وبيبقى ما بين ال 19 ل 25 years of age. تمام، قلنا البلاد سبلاي محتاجين ان احنا نعرف الثلاثة النيوترانت ارتر، وده قلنا ان هو بيغذي هنا بيغذي الشافت اوف اللونج بونز، البيري اوستيال تويجز اوف فيزلز عشان تيجي دي اللي هي بتبقى محاوطة النسيج بتاع العظم من بره كده، بيبقى عندنا برضو الارتيكولار فيزلز دي بتبقى قريبه من الجوينتس اندس، يعني بتبقى في نهايات المفاصل وزي اللي بتغذي زي اللي بيغذي الارتر اللي بيغذي الابيفيسس وكده. تمام، ايه انواع العظام بقى على السريع؟ الشورت بونز او العظام القصيره قلنا ان هي بتبقى عباره عن سمول كيوبيكال بونز، يعني عظام كده زي مكعبيه الشكل كده وصغيره زي الكربل والترسل بونز، قلنا اللي موجودين فيه عظام رسغ اليد ورسغ القدم. تمام، عندك الفلات بونز دي هاف فلات وايد سيرفس، قلنا ده المميز بالنسبه لها ان السطح بتاعها بيبقى عريض ومفلطح، بتستخدم في البروتكشن والمسل اتاتشمنت، يعني بتبقى للحمايه وبترتبط بيها وبرضه بتبقى يعني
بتتركب فيها يعني المسلز. الاكزامبل بتاعها قلنا السكال كاب اللي هي الجمجمه، والسكابيولا اللي هي عظمه لوح الكتف. عندنا الريجولار بونز، قلنا من اسمها الريجولار يعني الكونفيجريشن او الشكل بتاعها الريجولار. الاكزامبل بتاعها قلنا الفيرتبري. السيساموييد بونز قلنا العظام السمسميه، ودي بتبقى ايه عباره عن سمول نودولار يعني عظام كده زي الدايره زي ما احنا رسمناها كده. بريزنت وزن مسل تندونز، بتبقى جوه التندون بتاع المسل. بتعمل ايه؟ بتحمي التندونز دي من الفريكشن او الخبطات يعني وكده. الاكزامبل بتاعها زي الباتيلا. بعد كده النيوماتيك بونز، قلنا اللي هي ايه العظام الهوائيه، وقلنا الوحيده اللي موجوده عندنا اللي هي الفيشيال بونز، ان فيها الاير سبيسز بتحل محل البون مارو، وبتبدا ان هي توصل لحد النيزال كافيتي. تمام، وقلناهم كده. الفلات بونز قلنا زي الاسترنم عظمة القص، اللونج بون زي الفيومر او عظمة الفخذ، البتيلا اللي هي الرطفة، والشورت بونز اللي هما زي الكربل والترسل بونز، والاريجولار بونز زي الفيرتبري. قلنا الاكزامبل هنا البارانيزال ساينسس او الجيوب الانفية. بعد كده السكليتال سيستم، في عندنا الاكزيال سكيلتون او الهيكل العظمي المحوري، وده قلنا عليه زي السكال، والعمود الفقري اللي هو الفيرتبري، والريبس والاسترنم، والفقرات دي الفقرات اللي هي العجزية والعصوصية برضو. وعندنا بقى يبقى عندنا تاني السكال والماندبل اللي هي الفك، الفيرتبرال كولم اللي هو العمود الفقري، الاسترنم اللي هي عظمة القص، والريبس اللي هي الضلوع. تمام، الابنديكولار سكيلتون احنا مش معانا برضو يا جماعه، يعني ده مش معانا اللي هو الحزام الحوض ده مش معانا. تمام، اللي معانا بس اللي هم الفيرتبرال كولم والريبس والاسترنم، لكن دول مش معانا. الابر ليمب دول اللي تبع الابنديكولار سكيلتون اللي هو الهيكل العظمي الطرفي، بيتكون من الابر ليمب اللي هو الجزء الفوقاني اللي هو هيكل الطرفي العلوي، اللي هو عباره عن ايه الشورد الجيردل اللي هو الحزام الصدري، عباره عن ايه او الحزام الكتفي، عباره عن الكلافيكل والسكابيولا اللي هي عظمه لوح الكتف والترقوه، الارم بون اللي هي الهيومرس عظمه العضد، الفور ارمز زي الريديوس والالنا اللي هم الزند والكعبره، الكربن بونز دول 8 عظمات، الميتا كاربال بونز اللي هم تحتيهم عظام راحه اليد، والفلانجس اللي هم ايه السلميات، وقلنا 3 لكل اصبع ما عدا الثامب اللي هو الابهام 2 بس. بعد كده عندنا اللور ليمب، البلفيك جيردل عباره عن ايه، البلفيك جيردل ده عباره عن الهيب بونز او عظام الحوض اللي هم ايه الحرقفه والعانه والورك اللي هم بيبقوا عظمتين كده بس 3 عظمات ملتحمين في عظمه واحده. تمام، وعندنا الثاي بونز او عظام الفخذ اللي هي الفيومر، الليج بونز اللي هم عندنا 2 التيبيا والفيبيولا اللي هم ايه القصبة والشظية، التيبيا اللي هي القصبة والفيبيولا اللي هي الشظية. وعندنا الترسل بونز اللي هم بتوع رسغ القدم، ودول 7 عظام، الميتا ترسل بونز اللي تحتيهم دول 5، الفلانجز دول 3 بس ما عدا البيكتو بيبقى 2. تمام، وكده يبقى خلصت معانا محاضرة البونز، يا رب تكونوا فهمتوا. واخيرا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم. لا لم نخلق عبثا حسنا، بل لنعمرها دنيانا، لنمهد دربا كي يأتي جيل يستكمل ما كان. لا لن تسكن همتنا ما دامت فينا غايتنا أن نحيا في الكون كراما، إحسان يتلو الإحسان. لم نخلق عبثا لا حاشا.